لماذا لا يكون هناك تجمع رياضي يضم يعني مثل ما نقول القادة الموجودين في الأندية والاتحادات، والذهاب والجلوس مع خلية الأزمة وجها لوجه وعرض ملفاتكم وعرض كل طروحاتكم ومقترحاتكم؟ احنا استاذ محمد طالبنا بصراحة كأندية، وعندنا حديث احنا وتواصل مع جميع الأخوة رؤساء الأندية، طالبنا انه نجتمع مع دولة رئيس الوزراء، وطالبين بموعد قريب انه نلتقي بدولة الرئيس، لان نعتقد بصراحة يعني كل الأطراف اللي احنا حكينا وياها هي لا حول ولا قوة، ما عندها قرار ولا عندها إمكانية، لان اليوم خلية الأزمة يعتبرون انفسهم هم الناس اللي مقدسين وهم اللي يصدرون القرارات والآخرين يستمعون وينفذون. يا أخي اليوم كرة القدم بالعراق عانت ما عانت الكثير، أني كإنسان دخلت بمشروع جديد اللي هو الاستثمار الرياضي، يعني كل الشعب العراقي اليوم متعطش مو لحسين العنكوشي إنما لمشروع حسين العنكوشي. هذا المشروع في حال نجاحه هذا راح يخلي رياضة بالعراق، راح يسوي أفق جديد، راح يحقق أبوليتي إمكانية وقدرة، وراح يحقق التارجيت اللي إحنا بنينا وجينا عليه. أما أنا أبقى مصر على تحطيم الفعاليات الرياضية، يعني أنا أسألك بالله، أنا في بغداد حاليا كل المولات مفتحة، كل المحلات مفتحة، كل المطاعم مفتحة، كل الكافيهات مفتحة، شنو المشكلة من ملعب يدرب بيه 20 لاعب؟